ايه حكايه الاشاعات يا يوسف؟ اقول لك بقى. احنا يا اخي نصحى الصبح نلاقي انه في كام شائعه ماشيه قاعده عماله بتنتشر انتشار النار في الهشيم، والنوع ده من الشائعات يؤدي الى التزاحم والطوابير، فيجي يقول لك يا جماعه بص ده مفيش بنزين، او اقول لك ده البنزين وحش سيء مش ممكن، حاجه بايظه تماما، اوعوا تحطوا بنزين يا جماعه. طيب لما ما نحطش بنزين ايه اللي هيحصل؟ عربياتنا هتقف في الجراجات او تحت العمارات، ومنها هيحصل تكدس على وسائل النقل، ومنها يتسبب في ازمه داخل وسائل النقل، فتظهر شائعه جديده انه منظومه النقل المصري فاشله في انها تقل الناس من اماكن اقامتهم الى اعمالهم او لزياراتهم الخ، يعني شائعه من النوع اللي يضرب في كذا حته. هو في مشكله في جوده البنزين المصري؟ لا. طيب احنا معانا مهندس محمود ناجي معاون وزير البترول، اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا وسهلا بحضرتك حمد. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ كله كويس والله الحمد لله. وازاي صحه البنزين كده؟ والله صحه البنزين كويسه جدا، يعني احنا دايما بنحافظ عليها من الشائعات اللي كل فتره بتستهدف صحه البنزين من كل فتره للتانيه زي ما حضرتك قلت كده، بغض النظر عن الغرض ايه من الشائعه. فدائما وابدا يعني من فترات طويله كل فتره تطلع ان البنزين فيه مشكله، البنزين مش مطابق، بعضها ممكن تكون حاجات دعائيه، بعضها ممكن تكون نشر اخبار سلبيه زي ما حضرتك قلت، منها اهداف ثانيه اخرى باجندات اخرى. لكن في الاخر احنا بنقول لا والله احنا البنزين بتاعنا وكل الجهات القائمه على انتاج البنزين دي جهات موجوده بقى لنا 100 سنه بمنظومه الرقابه ودايما بيتم تحديثها وبنتواكب مع كل الحاجات العالميه ومع الجديد في على مستوى العالم وعلى مستوى الوحدات الانتاجيه، وخصوصا خلال الخمس سنوات الاخيره احنا يمكن حدث تطوير كبير جدا في وحدات الانتاجيه، وتم ادخال مصافي تكرير جديده من خلال عده مشروعات، يعني الحمد لله رب العالمين متكلفه مليارات اما ملايين الدولارات، يعني عشان نقدر ان احنا نوفر البنزين ونوفر جزء من الاحتياج المحلي للبنزين ونقلل اعتمادنا على الاستيراد الخارجي بجوده مناسبه، و استخدمنا فيها احدث انواع التكنولوجيا على مستوى العالم واحدث انواع الوحدات، ودايما في تنسيق. انت عارف حضرتك عمليه انتاج البنزين دي عمليه معقده جدا، مش طبعا. مجرد ان هو بيطلع من مصافي التكرير بشكل مباشر، لا ده في اكتر من وحدات وفي اكتر من مرحله بيمر بيها، وكل مرحله عشان نقدر نسلمها للمرحله اللي بعدها لازم نتاكد من جوده المدخلات، لان اي حيود او اي تغيير في مواصفات الماده التغذيه ده يؤثر على الوحده الانتاجيه ذات نفسها ويعمل فيها مشاكل ويعمل فيها تدمير، ناخد وقت طويل جدا عشان نقدر ان احنا نصلحه. فيعني طبعا ده انتاج البنزين اللي احنا بننتجه دلوقتي بشكل مباشر. احنا هنا في مصر ما بنستخدمش اي انواع من انواع الاضافات لرفع درجه الاوكتين يمكن من عشرات السنين، لان ده ليها تاثير بيئي وليها تاثير على صحه المواطنين ويمكن لها تاثير على المدى الطويل على المحركات وعلى السيارات والممتلكات العامه. فيمكن احنا ده من زمان جدا واحنا لغينا هذا الموضوع وما بنستخدموش خالص، فكل انتاج البنزين اللي بينزل السوق المحلي بيتم طرحه في الاسواق، ده بيتم مباشره من الانتاج والخلط بدون اي اضافات وبدون اي معادن وبدون اي حاجه ممكن تكون ليها تاثير خارجي او بدون مدخل خارجي على العمليه الانتاجيه. إذن إشاعة كاذبة جملة وتفصيلا. طبعا حضرتك يعني هو طبعا اللي سبب في هذه الإشاعة واللي حدث اللي داير يمكن في خطاب موجود متداول على صفحات التواصل الاجتماعي، الخطاب ده بيتكلم على ان في معادن او في بعض انواع المعادن موجودة في انواع الوقود ودي محركات. طبعا انا بغض النظر انا مش بخوض في صحة او عدم صحة الخطاب، لكن انا بتكلم في مضمون الخطاب، هو متركز او متحور حول محور واحد فقط اللي هو الاضافات اللي موجوده في البنزين. انا بس حابب اوضح كمان ان مش اي حد او ما اقدرش ان انا اخد عينه وتطلع النتائج بتاعه تحليل العينه دي دقيقه الا اذا كانت العينات بتتاخد بشكل سليم. وتتاخد بشكل سليم دي يبقى لازم تتاخد من مصافي التكرير او من شركات التوزيع او من محطات الوقود، وطبعا ده بيتم بالتنسيق مع الجهات المعنيه اللي هي الدوله اللي هو وزاره البترول والثروه المعدنيه،
الهيئه المصريه العامه للبترول عشان نقدر ناخد العينه طبعا بشكل مناسب، لان العينه ليها تكنيك معين في في في, في سحبها عشان تطلع عينات ممثله عشان يطلع تحليلها دقيق. صحيح. لكن احنا طبعا بنتوقع ان اي عينات ممكن تتاخد دي بتتاخد من محركات او محركات عربيات او تنكات. بالظبط، وده اكيد انت حضرتك دخل فيها طرف اخر، اضافه اخرى موجوده بتتباع في الاسواق، بغض النظر عن مش بناخد في ان هي سليمه او لا، لكن كل اضافه او كل حاجه بتخش في عمليه الاحتراق او بتخش في المحركات دي لازم بتبقى بقدر وبحساب مناسب عشان خاطر ما تعملش نتيجه عكسيه من الهدف اللي هي معموله علشانه. يعني صحيح. النهارده لما اكون عندي اضافه بتقول ان انا، انت عارف حضرتك الاضافات دي بتتعامل بجزء في المليون. يعني بنتكلم في 3 جزء في المليون، 2 جزء في المليون، فانا لو زودت عن الدوز المحدده او الجرعه المحدده للاضافه عشان تعمل غرض منها، ده ممكن يدي نتيجه عكسيه. صحيح. ويؤدي ان يبقى في منجنيز او معادن تظهر في التنكات او في خزانات السيارات. ايوه، في ناس كتير بتاخد بعضها وبتروح تشتري اوكتين بوستر يحطه مع كل مضبوط. تفويله، عمليا مضبوط. هو ده بيبوظ طقم الرشاشات بتاع العربيه. بص حضرتك، احنا مش هنقول ان هو، احنا مش هنشكك في احنا بنقول ان هو استخدامه بغير الطريقه المخصصه لاستخدامه والجرعه المخصصه اللي موجوده عليه ده يضر اكتر من الفايده بتاعته، لان انت عارف حضرتك المواتير ليها درجات حراره معينه وليها ظروف اداء تشغيل معين وليها نوع وقود ونسب خلط البنزين للهواء بشكل معين عشان اداء الموتور او اداء المحرك يتم بالصوره المثاليه او بالشكل المناسب ليه. فانا لما بلعب في اي حاجه من المكونات بتاعت عمليه الاحتراق بيحصل اختلاف. ده كمان اللي مش هو ده بس الحاجه الوحيده اللي بتتاثر بها عمليه الاحتراق وصحه الموتور، في انواع وفي حاجات اخرى موجوده فنيه وتقنيه بتاثر على اداء المحرك وممكن يسبب مشكله للمحرك. صحيح. انا بشكرك جدا باشمهندس محمود ناجي معاون وزير البترول. نصيحه بس كده لوجه الله، يعني انا راجل احب العربيات جدا طول عمري، يعني من ايام ما كان عندنا عربيه 128 برضه بحب العربيات، ليه ما اعرفش، زي كل رجال غاويين عربيات، زي زمان جدا كانت ناس غاويه خيل، يعني طبيعي. المهم، فاقدر اقول لك بمنتهى البساطه والاريحيه، الاستخدام المفرط لمساله الاوكتين بوسترز او الحاجات اللي هي المفروض انها تحسن من جوده البنزين وترفع الاوكتين بتاعه، واستخدام الانجن فلاش اللي مش عارف بينظف الكارتيره بتاعه الزيت، الاستخدام المفرط دون الرجوع للتوكيل، انا بقول لك اهو تاني، هيبوظ لك العربيه وهيسبب تاكل في المحرك وهيسبب هيسبب تاكل في طقم الرشاشات او البخاخات اللي هي ال 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 البتاع ده اسمها الانجكشن، طقم الانجكشن بتاع العربيه. انا بقول لك الكلام ده من بق المصنعين، يعني ده من بق أكبر مصنعين في الدنيا. يعني أنا مرة في 2015 كنت في ألمانيا واتشرفت بمقابلة سريعة جدا على الطاير، يعني على الواقف كده، مع ممثلين عن شركة من الشركات الصناعة السيارات الفارهة الألمانية، وسألت تحديدا على الموضوع الانجن فلاش وعلى موضوع الأوكتين بوسترز ده، فترد عليه بالظبط كده، اولا ما بتتحطش مع كل تفويله، اتنين لازم تتحط تحت ظروف معينه وبطريقه معينه، تلاته الافراط في استخدامها بيبوظ لك الموتور. انت بقى عايز تبوظ موتورك وترجع تقول لي اصل البنزين بوظ لي العربيه واصل الزيت بوظ لي مش عارف الكارتيره واصل، دي قصه تانيه خالص.